الكثير من الأحداث التي عرفها العام الحالي في موريتانيا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى الحقوقي. وأعتقد أن من أبرز الأحداث السياسية التي سيطرت على مستوى لا بأس به من الجدل والنقاش في الساحة العامة في موريتانيا موضوع الحوار السياسي أو التشاور السياسي كما تفضل الحكومة، ورغم ما حوي به من اهتمام سواء على مستوى الطيف السياسي والإعلامي أو على المستوى الرسمي، فلم تنعقد سوى جلسة تحضيرية واحدة علق بعدها إلى اليوم، مع أن الجميع يطالب به مع استحضار الخلاف الدائر حول تسميته. فالرئيس والأغلبية عموما تصفه بأنه تشاور، وأنه طبيعي أن يقع في حين تطالب المعارضة بأن يكون حوار سياسي وأن يكون مع الحكومة وليس مع الحزب الحاكم، وأن تكون نتائجه ملزمة ويناقش كل المواضيع دون استبعاد أي موضوع ولا أي طرف. كما أن من المواضيع كذلك التي أخذت نقاشا واهتماما موضوع، وهو أمر طبيعي ومتوقع، موضوع تقييم الأداء الحكومي بشكل عام على كافة الصعد. وأعتقد أن النظرة الإجمالية أو التقييم الإجمالي لهذا الأداء أنه في عمومه كان سلبيا، وأن هذا التقييم صدر حتى من الرئيس نفسه قبل أسابيع، وقد خصص عدة اجتماعات تركزت على انتقاد مستوى الأداء الحكومي في المشاريع التي أطلقتها الحكومة، وخصوصا مشاريع الأشغال العامة، وخصص اجتماعا للوزراء المعنيين بهذه القطاعات وأصدر لهم أوامر بضرورة اتخاذ إجراءات لتسريع هذه الوتيرة. وبالتالي أعتقد أنه ما دام هذا هو التقييم الرسمي الصادر عن الحكومة، بالأحرى أن يكون التقييم المعارض أكثر قسوة وأكثر انتقادا. موضوع آخر، وهو إن كان في كل دولة لكنه في موريتانيا أخذ نقاشا خاصا، والموضوع المتعلق بتأثير الأوضاع الاجتماعية، وخصوصا ما وقع من احتجاجات في عدة مناطق، بعضها وصل درجة إحراق مقرات حكومية كما وقع في مقاطعة تركيز، ما ترتب على هذا من توقيفات ومن اعتقالات. عموم التظاهرات التي وقعت كانت مرتبطة إما بارتفاع الأسعار أو بتردي خدمات ضرورية كخدمات الماء والكهرباء. وبالتالي كان لهذا الموضوع الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار، المرتبط بتوفير الخدمات الأساسية، بالأداء الحكومي في هذا المجال، كان له كذلك اهتمامه في النقاشات العامة وفي تقييم محصلة السنة بشكل كلي، حيث تم رصد على الأقل 10 نقاط داخل البلاد لم تكن معروفة بأنها موطن للاحتجاجات أو للتعبير بشكل صوتي مرتفع، ومع ذلك وقعت فيها احتجاجات تطلبت تدخل أمني، تطلبت حتى تعزيزات من مناطق أخرى، وهو ما شكل رسالة في مستوى التأثير الذي تركته جائحة كوفيد على الأسعار بشكل عام، وعلى الأوضاع حتى النفسية بالنسبة لهؤلاء المواطنين.